احيانا اي واحد بيجرد نفسه هو ما كان يعني كلمه انا تحمير الاخرين. يعني الكتب اللي طلعت دي كلها، هل تشوف في الكتب دي في حقائق؟ يعني هل انت هذه هي الحقيقه كلها؟ يعني في بعض الاشياء ممكن انت ذكرتها فيها في عرفه البغاء اللقاءات بتاعت الرئيس مرة الزناوي يتكلم يقول يا اخي فعلا كان في واحد كان بيكتب يقول يا اخي احنا خلافنا مع الجبهه كانت خلاف التسهيلات كويس؟ ايوه يعني ده الكلام اللي كان يقوله، كان اصلا اتفقنا ونحن والجبهه الشعبيه اتفقنا على اساس انه نضرب الجبهه لانه كان عندنا مصلحه الامدادات بتاعتنا. ونذكر هو يقول حتى مجموعه الناس توتيل والمجاوره هذه كانت تعطلنا. ف انا اقول يعني وشفت كثير من جدا من الرعيل الاول بيتكلم عن التاريخ في حقائق دي كلها ما ناس ما كتبت ما في دراسات، لكن الكتب اللي قاعده تتكتب من القاده وبعض القاده كتبت التاريخ لكن ما كتبته ناقصه على ما تدين نفسك. هل انت الكتب اللي قريتها كلها فعلا تقدر يعني توصف من الحقيقه او هي تشفي قليل الناس المفقوده يعني؟ وشكرا واتمنى ربنا يديك الصحه والمعلومات. بس كيف نلتقي مثلا؟ ان شاء الله نواصل بعض. ايوه كده شوف لنا طريقه قد والله انا محمد امان وانا فيه انا حشوف محمد أيوة. أنا نتصل بك ونطمئن عليك حتى لو ما قدرنا نرجع هذه نعمل حاجة نزل شوية الله يلا السلام عليكم. شكرا يا شباب. شكرا جزيلا. ايوه نعم محمد. نعم. الو؟ اي نعم واصل في الاجابه على طول استاذ عبد الله. طبعا هو سالك في ما قراته من كتب وهل يشفي غليل الشارع والتعطش كان للحقيقه؟ واصل في الاجابه استاذ عبد الله. والله شخصيا انا يعني ابدا من نفسي. يعني ما سردته لا يشفي الغليل لانه في اشياء كثيره دايرة وقت و دايرة حسن السرد. يعني أنا شخصيا ما أعتقد في الحاجات دي الواحد يعني يخش في عموميات لأنه إحنا كان عندنا أوضاع شاذة يعني مبكر يعني في الجبهة يعني اتعلمنا انا شخصيا يعني اقول يعني حتى لما كنت في القياده السعوديه كنت مسؤول عن التنظيمات الجماهيريه تحت المرحوم الاستاذ محمود محمد صالح. يعني دائما يعني النقد نبدا بنفسنا. يعني واحد مثلا في تشكيله لو سالني في حته بوليس ولا في زوريبه ولا في ابو خمسه ولا في اي حته في كسلة من حلنجة قال لي ليه في ضعف يعني مثلا في كسلة التشاكيل؟ يعني في احياء ما فيها تشاكيل، في احياء كمان ممكن تكون مثلا تشكيلتين ثلاثه اربعه خمسه. لا ابدا احمل المسؤوليه، مسؤوليه هذا الوقود احمل الجمال. ويفترض من الأخلاق الغربية تجذب الناس والأحياء المكتظة بالبترين بدل تشكيلة واحدة تكون فيها تشكيلتين تكون فيها ثلاثة أربعة خمسة. أبدأ من نفسي دي شوية منعدمة. الكتب اللي قريتها والله جهد مبذر هو وكلنا نحن الحقيقة نحن وآباءكم وانتوا كمان شوية كبرتوا وخلص انصهرتوا في
الثورة كلنا كان عندنا النقاء لحد آخر لحظة، لحد ما دخلنا. لكن في فرق بين أنك تكون نقي ومخلص وبين أنك ما تستفيد من أي تجربة سلبية أو حسرات أو نوعيات معينة من المشاكل تحصل بك، تبدأ تتأملها وتحاول تتفاداها في المستقبل دائما. يعني ده الجانب اللي عجزنا فيه. يعني احنا دلوقتي ذات انتقلنا لقضايا تانية، يعني زي ما قال لي واحد ما اسمه، قال لي ما بعرف كم قضايا الناس ولا كده، قال قبل فترة هو ولا سنة ومشي، قال لي كتب في الانترنت يعني يقول يعني المسلمين أحسن يكونوا في حجمهم، يعني لأنه إريتريا دي اتخلقت فيها حقائق كثيرة على الأرض ونحن موجودين في أي حتة. طبعا ده أنا ما قاعد أقوله عشان أقول ده عقلية متخلفة والإنسان كذا هو والإنسان كذا، لكن حتى بعد التحرير وبعد سنة 80 بعد ما سيطرت الجبهة الشعبية حتى ما بدلنا نستفيد من تجاربنا، الآن لقينا نفسنا ذات في نوعية تانية من المشاكل خالص، يعني نوعية تانية يعني تتعلق بوجودنا. يعني في يعني تهديد يعني حقيقي حصل وقطع شوط شوية وماشي لوجودنا ذات، مش بس الثقافي والهويات بتاعتنا واحترام المكونات واشراك المكونات، مش ده في القرار والسلطة، في الوجود البشري ذاته، في الوجود المادي للمكونات. اذا كان ده حصل بعشرين سنة، طيب عشرين سنة اللي جاية ايه هيحصل؟ المشكلة مش مشكلة نظام الجو الشعبي، المشكلة مؤسسة هيمنة لبناء السياسة، ما نبي التنظيم ولا نبي التدور ولا صح، هو أحسن القيادة، هو باني، هو يعني ممكن تحطه في التغيير اللي عمله في مرتبة كمال أتاتروك. يعني الرجل ده لبنة خلق الهيمنة فالتعامل التجارب فيها. نشوف نفسنا اليوم كمان نلف في نفس الترميمات وتحالف ومعارف وتضامن وكذا وانشقاقات وغيره. وعملية إقصاء ناس من القيادة بدون يعني لمجرد أن يعني يخلو لي الجو، مش لأنه هو عاجز يعني. ف يعني من المنطلق ده أنا أقول كل الكتابات اللي قريتها جهد مقدر هو، وما أقول فيه كذب وكذا ولا شيء يعني، لكن هو فيه عدم الإقرار يعني بأدوارنا السلبية ومرات ذات المعيقة والمدمرة اللي تسببنا فيها نحن كقيادة، سواء كان الحزب سواء كان الجبهة بتاع الجبهة المتسول سواء كان القيادات السابقة حتى تتوادر. يعني كان عندنا حتى عشان نعقد المؤتمر بتاع عواتي، قبل مؤتمر عواتي كان مقرر مؤتمر في منطقة اسمها طهر، مشينا هناك
بتاع بركة ماجد يعني. الوقت ده كان على القيادة العامة في قطاع بركة ناس أبو صالح، محمد أحمد إدريس، ومحمد آدم حمد، وعثمان عجيب، وحامد محمود، وكل الإخوة. فلما ما وجدناهم في يعني اتجاهات من الناس اللي حضرنا، قاموا قالوا خلاص ما جو، نحن ناخذ مؤتمر يعني بهذه البساطة. لما تتناول مسألة بتاع توحيد في التحليل، فأنا أذكر الصديق بالنسبة للموضوع ده، مش يعني الصديق للمواجهة ولا كده، لكن قلت لهم الناس دي أساسا صحيح عندهم علم بالموعد، عندهم علم بالمكان، لكن احنا ما نعرف ايش حصل له. حتى لو كانوا كتبوا قالوا نحن ما معنيين بالمؤتمر ده، وصلتنا رسالتكم لكن احنا ما معنيين وما احنا حضرنا، حتى لو كانت وصلت رسالة بهذا المعنى، احنا بيجب ان نؤجل المؤتمر الى اجل غير مسمى، ونفتح ونزيل العقبات دي قاعد تدفعهم كده. لكن هم ما قالوا كده، وجينا في بركة ووجدنا الناس مستعدين، وحددنا موعد آخر لمؤتمر بيبا يسموه مؤتمر عواتم. فهذه الكتب زي ما قلت مغدرة، يقول مغدر الناس كلهم يعني في البداية طبعا وحتى النهاية كانوا في النقاء في الوطنية في انسهامات الثورة، لكن في عدم الإقرار. يعني ما نحن كنا نصر على القيادة أصلا في الوقت اللي عارفين إنه ما عندنا أولا الإمكانيات، بعدين عارفين إنه فينا هوى، يعني فينا أهواء، فينا ميولات، وفينا يعني من نثق فيه، وفينا من لا نثق فيه، وعندنا تجمعات. مع كل ده كنا نصر إنه ندخل لازم في القيادة، والواحد كان بيرى إنه يعني زي كأنه الموضوع ده يعني هو وراثة ملكي. عشان كده كان في استغراب في المؤتمر الوطني الأول، خالفت القرار وانسحبت، ما قدرت أقنعه إنه ما أقدر أجي بالقيادة، لأنه مش لأنه بخاف من القيادة ولا بتهرب من المسؤولية، لكن بعتقد إنه أنا مفروض آخذ مزيد من الخبرة ومزيد من التفاعل مع الجماهير ومعرفة مين ده اللي أنا حاقوده. وصل التجربة بتاعتي والإمكانات بتاعتي، فخالفت القرار، قمت بالمؤتمر الوطني الأول، قمت منسحب. فكل ال يعني كميات الغضب والاستنكار والنقد كله انصب علي. البعض منهم يقول لي انت اديت مجال لفلان، لو ما انت ما كان خشيت. طيب فلان ده انتخبوا المؤتمر، المؤتمر يتحمل المسؤولية ويجرب. فأنا ما أقدر أقول الكتب دي يعني راحت من الأول، فيها خلو من المسؤولية
خالي ايضا اقرار باشياء خطيره جدا يعني حصلت في مسيره الجبهه، وكان طبيبي لانه الاشياء الخطيره المعطفات الخطيره والاخطاء المدمره والمتعمده اي جزء منها يعني كل وصل للانهيار الكامل. حتى لما حصل الانهيار كمان ما استفدنا من التجربه. يعني العجز ايه هو ده؟ يعني سنه 80 الساحه خلت للجبهه الشعبيه، يعني الجبهه الشعبيه الايام دي حقيقه يعني كانت دوله يعني صغيره مسيطره على كل شيء تصول وتجول. حتى يعني بدات التغيير الاسماء و ما بقولنا الفترات بيقول يعني الشعب ده ذاته جاي من وين عاوزين يحددوه، يعني شعب نصه اصيل وضارب الجذور ونصه يعني جاي من السودان ولا جاي من وين ولا يقدر يمشي السودان. من 80 ما بدنا نبتعد من الاشياء دي. استاذنا عبد الله، ايوه محمد، ان شاء الله الجزئيه دي نتناولها مقارنات، ان شاء الله نعمل مقارنات بين الحاضر والماضي في امسيه خاصه نتناول الجزئيه والمشاكل اللي قاعد نواجهها الان واسبابها وجذورها. نخص امسيه خاصه كما اوعدناك ان شاء الله فيما بعد. لا ادري يعني ان نرجع للاخوان الفريق الموجود بالمنتدى ونشوف ترتيبهم للجدول الامسيات ونرتب ان شاء الله ونتواصل معك. كذلك الاخ الحلاي عنده سؤال، ناخذ من الاخ الحلاي. في الوضع الحالي بالذات. ان شاء الله الحاضر، وكذلك اسباب وجذور هذه المشكله اللي نحن فيها وما قادرين نصل الى افق نتناولها ان شاء الله في امسيه خاصه. الاخ الحلاي موجود؟ الحلاي جدا جدا. الاخ الحلاي شكله ما موجود، مره اقول ليش ما عارف. وائل ما بدري ما موجود شكل الحلاي. اوكي الاخ جنتلمان، جنتلمان خذ المايك خرج. اوكي جنتلمان خذ المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الصوت مسموع؟ اوكي عليكم الصوت مسموع مش كده؟ ايوه نعم والله. اول حاجه ايوه مسموع نعم. اول حاجه لك التحيه ولك كل احنا يا استاذ عبد الله سليمان، وكلامك جميل والله، ويا ريت الناس كلها تكون بصراحتك انت وبصدقك انت عشان نقدر نعالج الاخطاء اللي حصلت زمان وان شاء الله تفيد. بس الحاجه او تقولها اللي هي الاحداث اللي حصلت بدخول الجبهه وكل الحاجات هذه اللي انا عاوزيننا في سرد تاريخي ولا في كتاب ولا بشكل مقالات في موقع محدد. لا اخ جنتلمان، اخ جنتلمان، الاخ جنتلمان سامعني؟ صوتك بعيد جدا. تمام عالج مشكلة المايك الاخ جنتلمان. الاخ بذات انا اوكي خلاص معالجتك. ايوه الصوت ضعيف، يا ريت لو ايوه صوت واضح الان ولا انت المايك الميكروفون حركته تقريبا ولا ضعيف جدا. ايوه سامعك انا. انت سامع استاذ عبد الله عشان الناس الباقيين يحصلوا يسمعوا؟ الاخ راجع المايك الصوت عندك هبشت شنو ما عارف ابتعد الصوت. انا الصوت واضح طيب؟ والله ما عارف كده. قرب المايك شويه قريب، قرب المايك عليك. ايوه ايوه واضح. ايوه قربه شويه تحت. والله ما واضح. واضح طيب كده؟ ايوه 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 نعم نعم يا انت المان قاعد اسمع. الاخطاء الان انا اشوفها
اوكي الاخ جنتلمان تقريبا الرساله وصلت. اوكي اوكي الرساله وصلت تقريبا على كده. وشكرا لك استاذنا عبد الله. اي الوصيه جات من قبل من استاذنا مصطفى كردي بيقول كتابه المذكرات او القيام بكتابه كتاب هكذا الحس حتى الناس تستفيد ويكون شيء مكتوب يعني في المواقع. كذلك من الاخ جنتلمان يا ريت لو مشيت في الاتجاه ده اكثر استاذ عبد الله في التوثيق. يعني احنا الهدف من هذه الامسيه هو استجلاب الاباء والاعمام في هذه الروم حتى يخرج من الصمت. يعني يكون في تاريخ مكتوب الى متى يحفظ التاريخ في صدورهم ويذهبون به. فده الهدف وتقريبا الدافع من كل الناس والحضور. دقيقه عبد العزيز عشان تختم بس ندي للاستاذ عبد القادر. استاذ عبد القادر بعدين انت حتجي تمسك المايك عشان تختم لانك انت كنت في اداره الامسيه يا عزيز. يا ريت لو لحظات بس صبرت علينا. بذلك استاذ عبد الله سليمان تقريبا كانت مداخله وتوصيه في كتابه والتوثيق لهذا التاريخ وحفظه حتى الاجيال الاخرى تطلع عليه. نفتح المساحه لاستاذنا عبد القادر ميكال وبعد ذلك ان شاء الله بالمره ترد وتقول مداخلتك استاذنا عبد الله سليمان لانه رمضان خشى والناس شمس عليهم مرقت وانت كذلك فتره طويله جدا جلوسك في الكرسي. ان شاء الله بعد ذلك نديك مسك الختام تقول الكلمه اللي عايز تقول. استاذ عبد القادر ميكال اتفضل خش اذا كان مداخله يا ريت باختصار يا استاذ عبد القادر ولو كان سؤال سؤال عليك الله حتى ان الناس لا تخرج يعني قبل ما نختم الامسيه ونسلم على يعني استاذ عبد الله واستاذ عبد العزيز سلم. احلى مايك ليك. اوكي 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 شكرا 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 عنجبه. شكرا اخونا عبد الله سليمان يديك الصحه والعافيه. وحقيقه بما اني اخر السائلين اشكرك على الاريحيه زي ما قلت قبل. وانا يعني صراحه السؤال سقط مني سهوا اللي هو كان حول دورة سبتمبر. دورة سبتمبر كانت لغادة الألوية
والفصائل والكوادر في جبهة التحرير الإريترية في الأجهزة المختلفة. وأنا كنت واحد من الأعضاء المشاركين في هذه الدورة. الدورة تمت في عام 1979 وسميت بدورة سبتمبر، واخذت فترة طويلة من الزمن. وبعدها جاءت المعارك بتاع السنة 80 في شهر 8، بدأت من الساحل طبعا كما معروف. بعديها يعني بمدة، وبعد دخولنا لكركون وتعداي ورسائي، الناس كانت بتقول أنه هذه الدورة تمت لتمرير أجندة لمرور هذا المخطط. ماذا علمكم حول ذلك وماذا تفيد؟ ولك التحية ولك الشكر على الشكر موصول لي. الشكر موصول لي. يعني هو المؤتمر ده هي دورة سبتمبر أساسا، يعني ما كانت بقرار من البنية التنفيذية، أو بمعنى يعني ما حصل فيها مشاورات. يعني هذا اللقاء يعني اللي انت حضرته بنفسك وشفت يعني عناصر بتعمل في المكتب السياسي، مكتب الشؤون التنظيمية والسياسية، هذه العناصر كانت موجودة بكثافة في الدورة، وجماعة من قادة الألوية في حدود 4 نفر حسب ما علمت، يعني كانوا هم ذات اللي يديروا عملية التعبئة. التعبئة دي أصل هدفها كان دي. التعبئة كان هدفها إنه التراث بتاع الجبهة، المبال بتاع الجبهة، والتاريخ بتاع الجبهة، ومعه الشعب المصري طبعا، هو تاريخ الشعب المصري، يعني ده تكون له نهاية، والنهاية دي لا يمكن أن تتم إلا بخلق تمرد واسع وتغيير قيادة. يمكن أنا أقول يا ريت لو غيروها، يمكن سبحان الله ما بعرف يعني كان ممكن وضعنا يتغير، تغيير القيادة وينها دور الجبهة. لكن حسب ما علمت يعني إنه الأربعة والخمسة دي الأربعة هم اللي كانوا يديروا قادة ألوية، واحد نائب اللواء هو اللي كانوا يديروا، ومعاهم مسؤول الأمن العام. ليلة كان عندهم يعني أوراق وأجندة خاصة في دورة سبتمبر. وده يعني أنا فعلا يعني صدقته، لأنه مجرد ما بدأ الهجوم يعني النغمة كانت إن القيادة دي ما مؤهلة عشان تقود نقود قتال ضد الجبهة الشعبية. واحد منهم في الاجتماع يعني قال دي مش تصفية، ده ليه نستنفر لها، دي محاولة من الجبهة الشعبية لتوسيع خلفية الجغرافية شوية، يعني من منطقة أبعبة لحد لورا حباب، يعني لحد اتجاهات أدوبة ظهرة من المناطق دي، حاول توسع الخلفية. ومن استهانة يعني البعض من أعضاء القيادة بالهجوم اللي بدأ، مع أن الهجوم يكفي كان غدر أصلا، يعني
حسب اتفاقية اكتوبر ما منصوص عليه، لكن الاقتراح ده طرحه أسياس، يعني يقول انتوا رسلوا اثنين لواء للساحل ونحن نرسل اثنين لواء عشان المقاتلين يتداخلوا ويتكلموا مع بعض ويتعرفوا ويقدروا يعني يوحدوا قويتهم يعني في الوحدة. احنا رسلنا الاثنين لواء وكلما يطلب منهم، وانا اتذكر اخر مره ذات انا يعني موجود انه جماعه يعني شويه يعني انفعلوا قالوا يعني دلوقتي احنا عندنا 3 شهور ونص يعني والاثنين اللواء بتاعهم ما جاء افراد يعني شخصين كده وكتبوا لهم برضه. فاللواءين ديلا كان وديعة معهم داخل قواتهم يعني. سلام بعد. وحتى اللوائين شاركوا. أيوة شاركوا. شاركوا في المعارك وفي النهاية قدروا بهم وصفوا. دي ذاتهم يعني زيها في تجارب كثيرة يعني. كثير من مجموعاتنا في كبسة ولا في مناطق شعب كذا يقول اليوم اشربوا شاي ويمشوهم كاملة. يرحبوا بهم. ايوه محمد. الو محمد. نعم نعم عبد العزيز معك عايز يودعك في كلمة. عبد العزيز اللي كان بيدير معك الأمسية المساحة له وبعدك إن شاء الله كمان. نعم نعم أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا طبعا أستاذ عبد الله الإخوة الحضور موجودين معنا في الغرفة. الشكر كل الشكر لكم جميعا الذين غادرونا والذين معنا حتى الآن ونحن يمكن عليه. أيوة عم بعد. أيوة. ألو. نعم نعم. ألو. نعم. أيوة. أنا يمكن كنت قاعد أقول إنه نحن وصلنا إلى نهاية هذه الأمسية. نشكر الإخوة الموجودين معنا في الغرفة والذين قادرون أيضا نشكرهم شكرا كثيرا من الذين تداخلوا معنا وسألوا أسئلتهم في أجوبة وحديثة في هذه الأمسية. ونشكرك شكر جزيل بصفة خاصة. يمكن أخذنا من وقتك الكثير وجلست معنا الكثير وتحملت التعب وبرضو والصبر الرحب الذي قابلته ويمكن بالأسئلة والمداخلات الإخوة الحضور. إذا نحن إن شاء الله يعني نوعد الإخوة في أمسية أخرى مع أستاذنا عبد الله تكون تناقش أيضا المرحلة الحالية التي تمر بها بلادنا والساحة السياسية بإذن الله. ونحن في ختام هذه الأمسية لا يسعنا إلا أن نشكر كل الإخوة الذين حضروا معنا وعلى رأسهم أستاذ عبد الله. نعم. عز وقعت من المايك. أيوة. عبد العزيز عود للمايك مرة أخرى كمل. أيوة. كلامك. عبد العزيز شكله نايم أستاذ. أيوة. عبد الله. أيوة. المايك ما أعرف. المايك ما أعرف شايفه قاعد ينزل يعني. أنا ما عندي حديث كثير بالمناسبة لأنه نحن في نهاية أو على أعتاب الفجر يعني. ونشكر الإخوة كل الإخوة والأستاذ عبد الله والأستاذ عبد القادر ميكال والآخرين نشكرهم على صبرهم ونشكرهم على مشاركاتهم. وإن شاء الله نجدكم في أمسية أخرى في موضوع آخر من مواضيع الساحة الذاتية بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الله، ممكن لو عندك كلمة وداعية في التحية للجميع. والله أولا أحب أشكر إخواني في أبنائي في الإدارة، كانت معايا القائمة بالكامل يعني، لكن الصباح لما طلعت من البيت وهي بالدار في الترابيزة يعني نسيتها، والمنطقة اللي أنا جاي منها شوية منطقة بعيدة، لكن يعني أقدم شكري يعني للإخوان، والله تقديري وشكري، وأقول يعني بالذات أنا كثير ما يعني في البالتو وكذا، ما عندي فيه يعني، مش لأنه ما عاوني، لكن يبدو أنه ما صادف ظروف ذات ما، لكن والله عندما علمت أنه قالوا لي هؤلاء الأبناء يعني بدون ما أتردد لحظة يعني وافقت يعني. والشكر ليكم إدارة الغرفة، الأخ محمد أمان والأخ عبد العزيز المتحدث والأخ حسين الرحمن والأخ نور الدايم محمد آل الكثير وتمساح بن سهنغلة ومحمد إبراهيم وعبد العزيز وسديد تيجاني، وأرجو أن يعذروني الأبناء اللي يعني كنت كاتب اسمه في القائمة اللي نسيت في البيت لمن يعلموني، لكن فليعتبروا هذه التحية وأصلاهم من القلب يعني، ومن شخص هو في مقام الوالد أتمنى لهم كل عز وكل، وأخونا عبد القادر الميكال وعبد العزيز لكم كلهم كل الأبناء ومصوع وعصب وعبد القادر الميكان، والله يعني أشكركم وأقول إنه يعني بهذه اللقاءين يمكن أن عشت الذاكرة، وأتمنى إن شاء الله يعني زي ما قلت تعملوا مركز أبحاث يعني موضوعي وعلمي ودقيق يعني، حتى لو اشتغل ببطء لكن يكون قادر انه يجمع كل المعلومات، لانه نحن مهما كنا حاضرين مهما كنا الخيوط كلها ما تكون متكامله يعني. فمره اخرى والله اشكركم ورمضان كريم، ان شاء الله في الحلقه القادمه اوعدكم انه مستعد نتكلم بالوضع الحالي والجهود الموجودة والجهود الفشلة، إن شاء الله يعني أديكم وعد لأنه أنتم المستقبل وأنتم التاريخ القادم، التاريخ ذاك يعني ما مشى بس ذاك مراحل هو انتهى وبالوقت يبدأ كمان تاريخ البناء وتاريخ عودة الدور سواء كان وبالذات بعد ما استقل البلد. فشكرا لكم جميعا، وأشكرك يا عبد العزيز الإدارة الجيدة والإدارة المقتدرة للندوة، جزاك الله خير أستاذ والله. هذه إدارة مقتدرة جدا يعني، فيها قدر كبير من التفاؤل والمسؤولية، وأشكر كل الإخوة يعني، وإذا كان في إخوان نسيت أسمائهم لأن القائمة ما موجودة معي فليعذروني، وإن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا شكرا على صلة باللقاء. شكرا شكرا أستاذ عبد الله، نحن من نشكرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحن من نشكرك أستاذ عبد الله، والتحية لك ولوجودك وسهرك معنا، وبرغم يعني الجلسة الطويلة وتحملك لهذا اللقاء بالتأكيد كنت يعني جد أضفت لنا إضافة في هذا الروم بوجودك وحضرتك وتألقك وريحيتك في اللغة، ونعتذر يا جماعة لكل من لم يتيح له الفرصة في السؤال أو مداخلة، فنسبة للزمن وكان عندنا والله مسار عشان أننا نخرج الأمسية ونمر على كل المحطات
المراحل التي كانت في جبهة تحرير إريتريا. نشكر الأخوان حضور والذين غادرونا، وشكرا لك أستاذ عبد الله باسم فريق المنتدى، ومن ذكرتهم يمكن اسم ولا اسمين نسيتهم، وعمنا هداد، يعني قد نسيت عمنا هداد الرجل ال أيوة نعم أيوة نعم الرجل خليفة محمود الرجل المهمات الصعبة يعني، فله التحية وكذلك الصعبة فعلا. فنتمنى إن شاء الله في أمسية أخرى أيوة. نلتقي، وأوعد الجمهور يعني إن شاء الله حنتناول بعض القيادات كمان إن شاء الله في زاوية أخرى، وكل من زاويته يعطينا هذا التاريخ، وما قصدنا من هذه النافذة نحاكم أو نحمل مسؤولية إخفاق في مرحلة تاريخية معينة، بل من أجل الاستفادة والمرور على تلك المرحلة تجربة يجب أن نستفيد منها. ضد جدنا كان في الأمسية من أول لغة لآخر لغة، وإن شاء الله حنستمر في سميناها فلترة التاريخ يا أستاذنا عبدالله، لو التسمية كانت صحيحة نتمنى أيوة نعم فلترة إن شاء الله نستمر في هذا المنوال. وشكر والتحية لك أستاذ عبدالله، وتصبح على خير، وشكرا لك والله. شكرا والشكر موصول لكم، الله يسلمك والله، وأنتم من أهله، والشكر موصول لكم وموفقين إن شاء الله. إن شاء الله تفضل سيد برمي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله السلام عليكم. عبد الله عليكم السلام. عبد الله